وللحديث عن الهدنة الهشة في القدس وغزة وانتهاكات الاحتلال المستمرة ضد الفلسطينيين، معنا عبر الهاتف من اسطنبول الدكتور أحمد العطاونة، المحلل السياسي الفلسطيني. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم. أهلاً بداية دكتور، كيف تقرؤون توجه الاحتلال لإغلاق مناطق في القدس بذريعة تنظيم ماراثون؟ هذه الفعاليات إلى أي مدى تستفز الفلسطينيين، لا سيما بعد قرار الجمعيات الاستيطانية استئناف مسيرة الإعلام الاستفزازية لهم؟ يعني هي أنا أعتقد أن هذه محاولة من قبل حكومة الاحتلال لإعادة قليلا من الاعتبار لذاتها بعد المواجهة التي حدثت مع الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده قبل أيام قليلة، وبعد المعركة البطولية التي خاضها الفلسطينيون انطلاقا من قطاع غزة. هي أولا تأتي في سياق استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وبحق الشعب الفلسطيني بشكل عام، وبالتالي هي محاولة لتثبيت المعادلة التي كانت سبب أصلا في الهبة التي حدثت قبل أيام قليلة، بأن الاحتلال بإمكانها أن يمارس ما يشاء من سياسات. لذلك تعتبر يعني قد تكون ساعة تفجير إضافي، قد تعيد المشهد إلى حالة التأزم من جديد، وهي بحاجة أيضا إلى تصدي على أكثر من صعيد، بحاجة إلى التصدي عن أولا على صعيد الشعب الفلسطيني وعلى صعيد المواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، وهي بحاجة أيضا لتصدي على صعيد العالم العربي والإسلامي سواء رسميا أو شعبيا. إذا القدس هي قضية عربية وإسلامية، والوقوف في وجه الاحتلال فيما يتعلق بالقدس كما كل القضية الفلسطينية ليس فقط واجبا فلسطينيا وإنما واجبا عربيا وإسلاميا أيضا. استمرار عمليات التغيير السكاني في الشيخ جراح إلى أين يقود؟ ماذا يمتلك أهالي المدينة القديمة بالقدس أيضا؟ يمتلكون سلاحهم الدائم وهو الصمود والثبات والاستمرار في مواجهة هذا الكيان، وهذا السلاح هو السلاح الأكثر فعالية الذي ثبتت جدواه خلال سنوات الاحتلال الطويلة. هؤلاء الفلسطينيون الذين يقيمون في القدس وفي باقي أراضي فلسطين التاريخية ليس لديهم سلاح سوى الصمود والمواجهة والمقاومة لهذا الاحتلال الغاصب ولهذا العدوان، وعلى هذا الصمود ستتحطم سياسات الاحتلال ولن يستطيع أن ينجز أهدافه في هذه المدينة المقدسة. صحيح قد يبدو سكان القدس عزل وليس بأيديهم سلاح يدافعوا عن أنفسهم، وأحيانا يبدون وحيدين، ولكن هم لديهم العزيمة والإصرار والحق الكامل للاستمرار في صمودهم ومواجهتهم لهذا العدوان، وهذا يتطلب كما أسلفنا قبل قليل النصرة والدعم والإسناد من قبل الشعوب العربية والإسلامية ومن قبل الحكومات العربية والإسلامية. أهالي المدينة القديمة بالقدس يعني أيضا بالإضافة إليهم، ماذا عن المقاومة الفلسطينية التي أسقطت طائرة مسيرة للاحتلال على أبواب غزة؟ كيف ستتعامل هي مع هذا الموقف؟ المقاومة الفلسطينية أعلنت بشكل صريح وواضح على لسان الناطق باسمها قبل انتهاء المعركة الأخيرة، معركة سيف القدس، بأنها ستبقى متأهبة ومتحفزة للدفاع عن الشعب الفلسطيني أينما كان، وللدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وبالذات في مدينة القدس. ونحن وإن كنا نعلم بأنه لا يمكن للمقاومة وليس من الموضوع أن تحدث كل أسبوع حرب وكل أسبوع مواجهة، ولكن أعتقد أن هنالك معادلة تم تثبيتها خلال معركة سيف القدس بأنه إذا ما تجاوز الاحتلال الخطوط الحمر، وقد حددت الخطوط الحمر بشكل واضح، تهجير مزيد من التهجير للفلسطينيين هذا لن يكون مقبولا، وأيضا اعتداءات صارخة على المقدسات من قبيل تقسيم المسجد الأقصى زمانيا أو مكانيا أو محاولة إقامة معابد يهودية أو كنس يهودية في ساحات المسجد الأقصى أو محاولة اقتحامه من قبل المستوطنين بعدد كبير. هذه الخطوط الحمراء يجب على المقاومة الفلسطينية كما تعهدت من قبل أن تتصدى لها وتلزم عدوان الاحتلال وتقف فيه. نعم. من اسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أحمد العطاونة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.